بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 101. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكذب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية والتي قبلها أن الله سبحانه وتعالى أمر بتوثيق الديون المؤجلة، ذكر سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع من التوثيق. النوع الأول الكتابة، كتابة الديون المؤجلة. النوع الثاني الإشهاد عليها، شهادة رجلين أو رجل وامرأتين من ذوي العدالة. النوع الثالث ذكره الله في هذه الآية، وهو أخذ الرهن على الدين، توثيق الدين بالرهن. فقال سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والرهان جمع رهن، وقرئ فرهن مقبوضة، والرهن توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من قيمتها، هذا هو الرهن. يطلق الرهن على المصدر ويطلق على المرهون، يطلق على المرهون. سمي رهنا من الحبس، لأن الرهن يحبس عن التصرف فيه حتى يحل الأجل، أجل الدين، ثم يسدد منه إن احتاج إليه. فسمي رهنا لأنه محبوس عن البيع والشراء والتصرف فيه. يقال ماء راهن يعني راكد، هذا معنى الرهن. فإذا استدان دينا مؤجلا فإنه يوثقه بالرهن، بأن يجعل عند الدائن شيئا من ماله، كأن يرهنه سيارته أو بيته أو مزرعته أو غير ذلك من الأموال، من أجل أن يطمئن صاحب الدين أنه عند حلول الأجل إذا لم يسدد له المدين
فإنه يستوفي من الرهن، وبذلك تكفل الحقوق وتحفظ من الضياع والمماطلات والحيل والكذب والمراوغات. فالرهن يطمئن صاحب الدين على حقه، هذا من لطف الله سبحانه وتعالى وإرشاده لعباده بما يحفظ عليهم أموالهم وبما يريحهم من النزاع والخصومات. وقوله مقبوضة يعني يكون الرهن في قبضة الدائن عند الدائن ولا يبقى عند المدين، لأنه إذا كان عند المدين لا يوثق أنه يتصرف فيه ويغيره، فيكون الرهن مقبوضا عند الدائن صاحب الدين، رهان مقبوضة. هذا هو الأصل، أن الرهن يكون في قبضة الدائن وتحت سيطرته. فإذا وثق الدائن من المدين فلا بأس أن يترك الرهن عنده، يتركه يسكن الدار، يتركه يعمل على السيارة المرهونة أو يؤجرها. إذا وثق منه ترك الرهن بيده. وليس القبض في الرهن شرطا لصحة الرهن، وإنما هذا راجع إلى عرف الناس في كل وقت. وفي وقتنا أن الرهون تكون بأيدي أصحابها ولا تكون مقبوضة عند الراهن لينتفعوا بها، وتبقى رقبتها محبوسة عن البيع والشراء وعن. وهذا من تمام المصالح بين الناس. إذن فقوله جل وعلا مقبوضة ليس هذا من باب الشرط، وإنما هو من باب الإرشاد للناس، وأن إذا كانت مقبوضة عند الراهن فهذا أوثق وأطمن للنفوس، فرهان مقبوضة. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك فإن أمن بعضكم بعضا، الدائن أمن من المدين، إنه ما يماطل وأنه يسدد وثق به، فلا يلزم الكتابة والإشهاد والرهن. ثم أيضا قبل أن ننتقل إلى هذه الجملة في الرهن، الله جل وعلا قال وإن كنتم على سفر، ظاهر الآية أن الرهن لا يؤخذ إلا في السفر، وليس هذا قيدا، فيؤخذ الرهن في السفر وفي الحضر، وإنما ذكر السفر لأن الغالب في السفر أنه لا يوجد فيه كاتب، ولهذا قال ولم تجدوا كاتبا، فلا مفهوم لقوله وإن كنتم على سفر، فلا يخصص أخذ الرهن بحالة السفر، بل وهو يكون أيضا في الحضر، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر، توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي اشترى منه طعاما لأهله ورهنه الدرع، وهذا في الحضر، دل على أن الرهن يكون في السفر ويكون في الحضر. وفي قوله فإن أمن بعضكم بعضا، الأمن ضد الخوف، يعني وثق، أمن يعني وثق بعضكم ببعض، وثق الدائن من المدين ثقة تامة، فإنه لا ضرورة للكتابة ولا للإشهاد ولا للرهن، بل يبنى هذا على الأمانة بين الدائن والمدين.
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هذا حث وأمر للمدين أن يسدد الدين ولا يستغل كون الدين غير مكتوب أو غير مشهد عليه أو ليس فيه رهن، لا يستغل هذه الحالة فيجحد الدين الذي في ذمته، بل هذه أمانة ائتمنه صاحبه عليها. صاحب الدين ائتمن المدين فلم يأخذ عليه وثائق، فلا يجوز للمدين أن يستغل هذه الحالة فينكر الدين ويقول له أثبت علي. أدام تعلم أن له في ذمتك حق ودين يجب عليك أداؤه، لأنه أصبح أمانة في ذمتك. والله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة يجب أن تؤدى إلى صاحبها. قال صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ذكر الله من صفات المؤمنين أنهم يراعون أماناتهم ويؤدونها من غير مماطلة، من غير خيانة، ومن غير انتقاص منها وإتعاب لصاحبها. فليؤدي أمر من الله جل وعلا، هذا الأمر للوجوب الذي اؤتمن وهو المدين، يؤدي أمانته وهو الدين الذي في ذمته والحق الذي عليه، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ليتقي ربه هو إذا لم يخف من المدين، إذا لم يخف من المدين وأن المدين ما معه حجة ولا وثيقة يخاف منه، فعليه أن يتقي علام الغيوب، أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويخاف من الله. إذا لم تخف من المدين لأنه ليس معه حجة عليك وأنت تعلم أن له حقا عليك، فاتق الله، اتق الله وأعطه حقه، فإن الله سبحانه وتعالى سيؤديه له يوم القيامة. لتؤدن الحقوق إلى أهلها كما في الحديث حتى يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة. فأنت إذا لم تؤدي هذا الحق في الدنيا فإنك ستؤديه يوم القيامة من حسناتك، تنبهوا، تؤديه من حسناتك في الدنيا، تؤديه من مالك، وفي الآخرة ما فيه مال، منين تؤديه؟ من حسناتك. مالك حسنات يؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح عليك، إذا لم يكن لك حسنات يؤخذ من سيئات المظلوم الذي أنكرت حقه وجحدته فتوضع عليك سيئات وتطرح في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على المسلم أن يتقي الله
فإن الله لا يخفى عليه شيء. ولو أنك في هذه الدنيا سلمت من صاحب الحق ولم يثبت عليك شيئا عند الحاكم، فإن الحاكم أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى سيقضي بينكما يوم القيامة، وهو لا يحتاج سبحانه إلى بينة ولا إلى شهود ولا إلى رهن، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وليتق الله ربه. ثم قال جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة، تذكير للشهود، لأنه سبق أن من جملة التوثيق إشهاد الشهود. وقال في الآية السابقة: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. يجب على الشاهد أن يؤدي الشهادة كما تحملها من غير محاباة ومن غير مضارة، بل يؤديها لوجه الله سبحانه وتعالى، يؤديها لوجه الله، لا يور طرف على طرف ولا يحابي ويميل إلى طرف دون طرف، بل عليه العدل وأداء الشهادة كما تحملها، فإنها أمانة في ذمته. لا تكتموا الشهادة، وكتمان الشهادة جحودها، يقول ما أدري ما عندي شهادة، ومتحمل الشهادة وخابرها، لكنه ينكرها، فهذا كتمان للشهادة. فكما أنه لا يجوز أن يشهد شهادة الزور، فكذلك لا يجوز له أن يكتم شهادة الحق، كما أنه لا يجوز له أن يشهد شهادة الزور الكذب، فإنه لا يجوز له أيضا أن يكتم شهادة الحق التي في ذمته. كثير من الشهود تساهلون في أمر الشهادة ويعتبرون أنها معروف منهم، وأنها فزعة أو محاماة للقريب أو يضرون بها يضارون بها، هذا كله لا يجوز. يجب عليك أن تؤدي الأمانة لوجه الله سبحانه وتعالى إبراء لذمتك، الأول واجب على الشاهد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شوف شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، كونوا شهداء لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، تذكر هذا أيها الشاهد. ولا تكتم الشهادة، تجحد الشهادة، لا تقل ما عندي شهادة ما أدري، ثم يضيع الحق على صاحبه. ثم قال جل وعلا: ومن يكتمها، من يكتم الشهادة وهو يعلم إن عنده شهادة يكتمها ويجحدها، فإنه آثم قلبه، آثم قلبه. لماذا لم يقل فإنه آثم، بل قال آثم قلبه؟ لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. إذا أثم القلب أثم الجسد كله، لأن القلب ملك الأعضاء، هو ملك الأعضاء. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا كتم الشهادة والعياذ بالله فإن هذا يؤثر على قلبه ويفسد قلبه، وإذا فسد قلبه فسد سائر جسده.
نسأل الله العافية، عقوبة له، فإنه آثم قلبه. فهذا تحذير من كتمان الشهادة، وأن كتمانها فيه عقوبات. أولا أن هذا يؤثر على قلبه خبثا وفسادا، يؤثر على بقية أعضائه. ثانيا أن له موعدا ينتظره عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيجازيه بعمله. ثم قال جل وعلا: والله بما تعملون عليم. الله يعلم جميع أعمالكم، ومنها كتمان الشهادة. فإنك إذا كتمت الشهادة الناس لا يعلمون إن عندك شهادة، لا القاضي ولا غير القاضي ما يعلمون إن عندك شهادة، يقولون أنت أدرى بنفسك، لكن الله يعلم سبحانه أن عندك شهادة. فإذا أخفيت ذلك على الناس فلا يمكن أن تخفي ذلك على الله سبحانه وتعالى. هذا فيه وعيد، نوع هذا فيه نوع من الوعيد آخر غير الوعيد السابق. والله بما تعملون عليم. فأنت إن لبست على الناس وكتمت الشهادة والقاضي تركك، لأن القاضي لا يعلم الغيب ولا يدري إن عندك شهادة وكاتمها، القاضي ما يدري، بشر، لكن علام الغيوب يعلم إن عندك شهادة ويعلم إنك كاتم الشهادة. فاتق الله أيها الشاهد. والله بما تعملون عليم. عليم صيغة مبالغة، أي كثير العلم سبحانه وتعالى، لا نهاية لعلمه. علم الله غير محدود، أما علم المخلوق فإنه محدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما علم الله جل وعلا فإنه غير محدود، يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في الصدور، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى. فخافوا من الله سبحانه وتعالى، خافوا من الله أن تأكلوا حقوق الناس، أن تخونوا الأمانات، أن تكتموا الشهادات، أن تغشوا في المعاملات، أن تأخذوا الربا، أن تأخذوا الرشوة والقمار. خافوا من الله جل وعلا الذي سيحاسبكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم. ثم إنه سبحانه وتعالى ختم السورة العظيمة سورة البقرة بهذه الآيات: لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وعبيدا، كل ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات فإنها ملك لله سبحانه وتعالى، فهو الملك، وما سواه مملوك، الملائكة والرسل والجن والإنس والدواب والطيور والبراري والبحار والأشجار والجبال، كلها ملك لله سبحانه وتعالى. السماوات كلها ملك لله، وما فيها من الملائكة وما فيها من المخلوقات كلها ملك لله سبحانه وتعالى. الإنسان له ملك لكنه محدود. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الإنسان له ملك لكن ملكه محدود وقليل،
وأيضا هو لم يملكه إلا من تمليك الله إياه، الله هو الذي ملكه. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فالملك الحق هو الله جل وعلا، له ملك السماوات والأرض. إذا كان له ملك السماوات والأرض ماذا بقي هنا غير السماوات والأرض؟ ما هنا غير السماوات والأرض؟ كلها لله. إذن الملك لله كله سبحانه وتعالى، فعليك أن تخاف من الله سبحانه وتعالى لأنك في ملكه وتحت سلطانه وفي قبضته سبحانه وتعالى، وأنت عبد من عبيده. فاتق الله ولا تتكبر ولا تتجبر ولا تظلم ولا تضيع فرائض الله ولا تأكل الحرام وحقوق الناس. قال بعض السلف لأحد العلماء: عظني، يعني أعطني موعظة. قال له: إذا عصيت الله فلا تسكن في ملكه. قال: أين أذهب والله له ملك السماوات والأرض؟ قال: هل يليق بك أن تعصي الله وتسكن في ملكه؟ قال: لا. قال: إذا عصيت الله فلا تأكل من رزقه. قال: من أين أكل؟ الرزق كله بيد الله سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، من أين أكل؟ قال: هل يليق بك أن تأكل رزق الله وتعصي الله؟ ثم قال له: إذا عصيت الله فاستتر عنه واختفي عنه، لا يراك. قال: ما أستطيع، الله يرى كل شيء ويعلم كل شيء، ولا يحجب علمه وبصره شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: هل يليق بك أن تعصي الله وهو يراك؟ فهذا مثل، أو هذا من معنى هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تبدوا يعني تظهروا أعمالكم، تظهروا أعمالكم أو تخفوا أعمالكم في أنفسكم بالنيات والمقاصد والعزيم والعزائم والخوف من غير الله والخشية من غير الله والتوكل على غير الله، كل هذه من أعمال القلوب، الصلاة والزكاة والحج والجهاد والهجرة، هذه أعمال ظاهرة يراها الناس، لكن أعمال القلوب لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في القلوب من تقوى الله والخوف من الله وخشية الله سبحانه وتعالى التوكل عليه، لا يعلم هذا إلا هو سبحانه وتعالى. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يوم القيامة، يحاسبك على ما أظهرت من العمل ويحاسبك على ما أسررته في نفسك. لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة مشقة عظيمة، وخافوا إذا كانوا سيحاسبون على ما في النفوس، سيحاسبهم الله عما في نفوسهم، قل من يكون ليس في نفسه هواجس ومقاصد ونيات وكذا، قل من يسلم من هذا. أشق ذلك عليهم، أجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب خوفا من الله جل وعلا، قالوا: يا رسول الله، كلفنا من العمل ما نطيق، كلفنا من العمل ما نطيق، من الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله والهجرة، هذا يطيقونه، لكن نزلت عليك آية لا نطيقها. قال: وما هي؟ قالوا: قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه
أحاسبكم به الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فيلزمكم التسليم لله عز وجل والسمع والطاعة، ولا تعترضوا على الله جل وعلا، أو تقولوا سمعنا وعصينا كما قالت بنو إسرائيل. قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ففرج الله عنهم بعدما امتحنهم بهذه الآية، بعدما امتحنهم بهذه الآية فسمعوا وأطاعوا، الله فرج عنهم وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآية. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طيب، الذي في القلوب يحاسب الله عليه. ألم يأتي في الحديث إن عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل؟ بلى، جاء في الحديث الصحيح. وفي هذه الآية يقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالآية تدل على أن الله يحاسب على ما في القلوب وإن لم تتكلم وتعمل. وفي الحديث: ما لم تتكلم أو تعمل. أما الجمع بينهما، الذي في القلوب على ثلاثة أنواع من النيات والمقاصد. الذي في القلوب على ثلاثة أنواع: النوع الأول الهواجس والوساوس التي تعترض عند الإنسان، هذه لا يؤاخذ الله عليها ما لم يتكلم أو يعمل، وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل. فالوساوس والهواجس التي لا يعمل بها الإنسان لا تضره، هذا نوع. النوع الثاني: إذا هم الإنسان بالسيئة، هم بالسيئة وعزم عليها وهو قادر عليها، لكن تركها خوفا من الله وتاب إلى الله، فإن الله يتوب عليه ويكتبها له حسنة. إذا هم بالسيئة ولم يعملها كتبها الله له حسنة، كما في الحديث الصحيح. الحالة الثالثة: إذا هم بالسيئة ولكنه تركها لأنه لا يقدر عليها ولم يرجع عن عزيمته، لكن تركها لأنه لا يقدر عليها، هذه تكتب عليه سيئة، يحاسب على نيته ويعاقب على نيته، لأنه لم يترك المعصية خوفا من الله، وإنما تركها لأنه لا يقدر عليها، أو تركها خوفا من الناس وليس خوفا من الله، فهذه يؤاخذ عليها ويحاسب عليها يوم القيامة. يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الذنب لا يقبل المغفرة كالشرك، الكفر بالله عز وجل، فهذا لا يقبل المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما إذا كان الذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء الله عذبه بقدر معصيته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهنا يقول: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعني من كانت ذنوبهم دون الشرك والكفر بالله فإنها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والله على كل شيء قدير. الله جل وعلا كيف يبي حاسب الناس كلهم، الخلائق من أولهم إلى آخرهم وعلى جميع أعمالهم، حتى الذي في قلوبهم سيحاسبهم عليه، كيف يبي حاسب هالخلائق كلها من أولها إلى آخرها والأمم على جميع الأعمال الظاهرة والباطنة؟ هذا
يعجز الله سبحانه وتعالى. فلا يقع في نفس الإنسان إن الله يشق عليه أنه يحاسب الناس كلهم أو أنه لا، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يحاسب الناس كلهم في ساعة واحدة، وذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. والله على كل شيء قدير، لا تستبعد أن الله يحاسب الناس كلهم ويحاسبهم على الأعمال الظاهرة والباطنة، فإن الله لا يعجزه شيء وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم لما قالوا سمعنا وأطعنا، قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والملائكة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا، لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا عن إيمان وعن يقين، ما هو باللسان فقط، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، هذه الآية فيها أركان الإيمان، أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر وإليك المصير والإيمان باليوم الآخر. وأما القدر فجاء في آية أخرى: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه أركان الإيمان الستة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وهو القرآن والسنة النبوية، والمؤمنون آمنوا بالله وبما أنزل الله سبحانه وتعالى كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا سمعنا وعصينا كما قالت اليهود. والمؤمنون كل آمن بالله، هذا الركن الأول، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، كما كانت اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. فاليهود آمنوا بالرسل إلا عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم، النصارى آمنوا بالرسل إلا خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يكفر بواحد من الرسل كافر بجميع الرسل، لابد من الإيمان بالجميع، أما الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض فهذا كافر بالجميع. فهذه الآية فيها أركان الإيمان، وفي آخرها وإليك المصير، هذا الإيمان باليوم الآخر: لا نفرق بين أحد من رسله، غفرانك ربنا، غفرانك، يطلبون من الله المغفرة مع كونهم آمنوا بالله وما أنزل وآمنوا بالرسول بالرسل وآمنوا بالكتب ولم يفرقوا بين أحد من الرسل، فيؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعضهم، طلبوا من الله المغفرة، غفرانك، أي نسألك غفرانك عما حصل منا من التقصير ومن الاستشكال الذي حصل أول ما نزلت الآية وقالوا لا نطيقها، استغفروا ربهم سبحانه وتعالى. وإليك المصير، أي المرجع والمآب، هذا إيمان باليوم الآخر وأن المرد إلى الله سبحانه وتعالى وأن الجزاء عنده يوم القيامة، فلا أحد يخرج من هذا المصير أبدا، كلهم من أولهم إلى آخرهم يرجعون إلى الله يوم القيامة، المؤمن والكافر والمطيع والعاصي والجن والإنس كلهم يرجعون إلى الله، ما أحد يهرب ولا يحضر يروح طريق آخر كما هو في الدنيا، لا، يحشرون اضطرارا يحشرون إلى الله سبحانه وتعالى.
وهذه الآية مثل الآية التي سبقت بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، كما في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الآية مثل الآيات السابقة كلها تتضمن أركان الإيمان التي لا بد من الإيمان بها جميعا. قال والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل سماحة الشيخ، هل تصح الصلاة في الصفوف غير المتصلة في الحرم؟ الصحة تصح الصلاة إذا لم تكن وحدك، إذا لم تقم وحدك قمت ومعك غيرك الصلاة صحيحة، ولكن وصل الصفوف لا شك أنه واجب مهما أمكن. نعم، لكن الصلاة تصح ما دام معك أحد تصح الصلاة. نعم. يقول إذا صليت منفردا في الحرم ومر من أمامي أشخاص رجال أو نساء هل يقطعون صلاتي؟ لا، الحرم ليس فيه قطع بالمرور، للضرورة لكثرة الناس كثرة الزحام ألا تقدر تمنع الناس، صلاة صحيحة والحمد لله واترك الناس يمرون. نعم. رجل نوى العمرة ودخل في النسك ثم قلم أظافره ناسيا، فما الحكم؟ الأحوط له أن يفدي بأن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين في الحرم أو يذبح شاة الحرم ويوزعها على الفقراء، مخير بين هذه الأمور 3، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك مخير. نعم. ما حكم الصلاة خلف من يدعو على المنبر غير الله ويشرك بالله علما بأن المساجد الأخرى بعيدة؟ لا تصلي معه ما دام أنه يدعو غير الله ويعلن على المنبر أو في أي مكان، لا تصح الصلاة خلفه لأنه ليس بمسلم، لأن الذي يدعو غير الله مشرك خارج من الإيمان، فلا تصلي معه. إن وجدت من تصلي معه غير هذا الإمام فصلي معه، وإلا صلي وحدك ولا تصلي وراء هذا الإمام. نعم. يقول هل اعتزال الناس في أوقات الفتن إذا علم المسلم أنه لا يستطيع أن يقاوم هذه الفتن واجب؟ الاعتزال على قسمين، القسم الأول الإنسان الذي ما يستطيع، ما عنده علم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين للناس، هذا يعتزل لأن اختلاطه بالناس ضرر عليه، ما عنده علم. أما النوع الثاني الذي عنده علم ويستطيع يبين للناس ويدعو إلى الله، فهذا لا يعتزل، هذا يختلط بالناس ويبين لهم، اللي يقبل الحمد لله واللي ما يقبل يبري ذمته ويقيم عليه الحجة. نعم. في أي عمر يجوز للصبيان أن يدخلوا المسجد لأداء صلاة الجماعة؟ قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فإذا بلغ الطفل 7 سنين فإنه يؤمر بالصلاة ويحضر إلى المسجد يصلي مع الناس. نعم. ما حكم الذكر الجماعي بعد الصلوات المكتوبة وبصوت مرتفع داخل المسجد؟ الذكر الجماعي بدعة، أما الذكر بعد الصلاة فهو مشروع، لكن ما هو جماعي، كل واحد يذكر الله منفردا ويرفع صوته بالذكر، أما الجماعي لا، هذا بدعة. نعم. ما حكم ختم القرآن ووهب الثواب للميت وإقامة مأدبة غداء أو عشاء بعد قراءة القرآن؟
لم يرد دليل على أن قراءة القرآن تهدى للميت، هذا ما ورد به دليل، وإنما ورد الدليل بالدعاء للميت أو الصدقة عنه أو الحج والعمرة عنه، هذا الذي وردت به الأدلة. ما قراءة القرآن ما ورد فيها دليل، فتركها لا شك أنه أحسن، أو قد يكون تركه واجب لأنه ما هي عليه دليل. فإذا أراد ينفع الميت يكثر له من الدعاء، يستغفر له، يدعو له بالرحمة، صدق عنه، هذا الذي ينفع الميت. وأما عمل الوليمة عندما يختم القرآن، إنسان يتعلم القرآن فإذا أنهى القرآن وتعلمه وعمل وليمة لا بأس بذلك، لأن هذا من الفرح بنعمة الله عز وجل ومن السرور. نعم. يقول: ما معنى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ معناها أن الزاني لا يزوج المرأة العفيفة عن الزنا، الزاني لا يزوج المرأة العفيفة عن الزنا، العقد باطل. وكذلك العكس، الرجل العفيف لا يتزوج الزانية حتى تترك الزنا وتتوب إلى الله عز وجل وتعتد بعد التوبة. نعم. يقول: هل يجوز العمل خارج إطار الشركة المتعاقد معها؟ على حسب الشروط والأنظمة، إذا كانت الشركة أو الدائرة الحكومية لا تسمح للموظف عندها أنه يعمل خارج عملها فلا يجوز هذا، المسلمون على شروطهم. أما إذا كانت الشركة أو الدائرة الحكومية لا تمنع من هذا فلا بأس. نعم. يقول: ما حكم أكل القات والشمة؟ نرجو بيان حكمها في الشرع. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالأكل يكون من الطيبات، وأما القات والشمة والدخان والأشياء هذه محرمات وخبائث لا يجوز الإنسان يأكل منها. نعم. يقول: متى يسمى الشخص قاطع لرحمه، وما هي المدة التي يجب فيها أن أزور أقربائي؟ يكون الإنسان قاطعا لرحمه إذا لم يصلهم، لم يزرهم، لم يكلمهم، لم ينفق عليهم إذا كانوا محتاجين، هذه أنواع من القطيعة. وقطيعة الرحم من الكبائر، قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قاطع الرحم ملعون، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. الله جل وعلا أمر بصلة الأرحام: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، يجب صلة الأرحام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الأقارب والأرحام لهم حق عليك بالصلة، بالزيارة، بالسلام، بالهدية، بالإنفاق عليهما إذا احتاج. نعم. يقول: ما معنى قوله تعالى: وكان عرشه على الماء؟ عرش الله جل وعلا الذي استوى عليه فوق مخلوقاته على الماء، وهو بحر، هو بحر فوق السماوات، بحر لا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هل يجوز لزوجتي أن تصافح أبناء أختي؟ لا يجوز لك لزوجك أن تصافح أبناء أختك، لأنهم أجانب منها، والرجل الأجنبي لا يصافح المرأة، لا يصافح إلا من كانت من محارمه أو ممن تحل له كزوجته. نعم. يقول: بعد أن أتممت عمرتي ولله الحمد، وجدت في نفسي شك، هل طفت 7 أو 6؟ فماذا أفعل؟ الشك بعد النهاية والانتهاء من العمرة لا يؤثر ولا تلتفت إليه،
أما إذا شككت وأنت في الطواف أو شككت وأنت في الصلاة بعدد الأشواط أو عدد الركعات تبني على اليقين، إذا شككت هل طفت ستة أو سبعة تجعلها ستة وتأتي بالسابع، شككت هل صليت أربعة أو ثلاث تجعلها ثلاثا وتأتي بالرابعة وتسجد للسهو. نعم. ما حكم من عطر ملابس الإحرام؟ لا يجوز تعطير ملابس الإحرام بل يجب غسلها. المحرم يتطيب في بدنه قبل أن يحرم، في بدنه قبل أن يحرم، ولا يطيب ثياب الإحرام. أما إذا نوى الإحرام فلا يجوز له أن يتطيب لا ببدنه ولا بثيابه حتى ينهي مناسك العمرة أو الحج. نعم. يقول: من أدى العمرة هل يلزمه طواف وداع؟ لا يلزمه طواف وداع للعمرة، إنما هذا في الحج، طواف الوداع لازم في الحج، أما العمرة فليس لها وداع واجب. نعم. إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب بدقائق هل أصلي تحية المسجد؟ تقف، إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب بدقائق فإنك تقف حتى يؤذن ثم تصلي بعد الأذان، لأن هذا وقت نهي. نعم. يقول: ما حكم شراء شقة أو منزل عن طريق بنك إسلامي مع العلم أن البنك يرهن العقار حتى يتم سداد المبلغ كاملا؟ إذا كان كما تقول بنك إسلامي ولا يتعامل بالربا وشرى لك شقة أو فلة بالدين فلا بأس بذلك، أما إذا كان يتعامل بالربا فلا يجوز لك أن تتعامل معه ولا يشتري لك وهو يتعامل بالربا. والرهن لا بأس، الرهن يرهنها، يرهنها البائع حتى تسدد له كما سبق. نعم. هل يجوز أن نسمح للنساء غير المسلمات والمتبرجات أن يدخلن المسجد ويجلسن ليرى الناس كيف يصلون من أجل الدعوة؟ نعم. هل يجوز أن نسمح للنساء غير المسلمات والمتبرجات أن يدخلن المسجد ليشاهدن الرجال والناس كيف يصلون من أجل دعوتهم إلى الإسلام؟ أما في المسجد الحرام فلا يدخله الكفار ولا المشركون، إنما المشركون نجس ألا يقربوا المسجد الحرام. أما بقية المساجد اختلف العلماء هل يدخلها الكافر أو لا، الصحيح أنه يدخلها لأنهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده في المدينة، النصارى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتفاهموا معه وهو في المسجد، نصارى نجران. وكذلك ربط ثمامة بن وثال قبل أن يسلم ربطه في المسجد، فغير المسجد الحرام لا بأس أن يدخله الكفار إذا كانوا ليسمعوا القرآن ويسمعوا الدعوة. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا كان القصد من دخولهم أنهم يسمعون عن الإسلام والقرآن فهذا شيء طيب. والمرأة المسلمة تنصح عن التبرج، تنصح عن السهور، فإن أبت فإنها لا تدخل المسجد، ما تمكن من دخول المسجد إذا كان لك عليه سيطرة. أما المسجد اللي ما لك عليه سيطرة فلا تمنعه، ما تقدر تمنعه. نعم. ماذا يفعل من كان عنده وسوسة ويبقى في القلاء مدة طويلة وهو يكرر الوضوء؟ عليه أن يستعيذ بالله من الوسوسة وأن يستنجي ويتوضأ ويخرج ولا يبقى في دورة المياه من أجل الوسواس، لأنه يزيد عليه، إذا بقي زاد عليه الوسواس، فيستعين بالله ويستنجي ويتوضأ ويخرج، فإذا اعتاد هذا راح عنه الوسواس، أما إذا استسلم للوسواس إنه يزيد عليه. نعم. يقول: إذا دخل الرجل مكة لغرض آخر كزيارة قريب أو تجارة هل لا بد له من الإحرام بعمرة عند وصول الميقات؟ الصحيح أنه لا يلزمه إذا لم ينوي عمرة ولا حج بل يريد مكة لحاجة من الحاجات فلا يلزمه الإحرام، قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة.
دل على أن الذي لا يريد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام، لكن إن أحرم فهو أحسن له وأدى عمره، هذا أحسن له. نعم. تقول السائلة: أخذت من شعر حاجبها قبل الانتهاء من العدة عن زوجها، فماذا عليها؟ نعم. تقول: أخذت من شعر حاجبها قبل الانتهاء من العدة عن زوجها، فماذا عليها؟ الأخذ من الحاجب لا يجوز لا للمعتدة ولا لغيرها، حرام، هذا هو النمص. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، ما هم من أجل العدة، من أجل أنه حرام دائما وأبدا على المعتدة.